ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيي به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولينا، فانصرنا على القوم الكافرين. إن الدين عند الله الإسلام، ولله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النير. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتها وما للظالمين من أنصير. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرير. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأويهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرير. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر أمراء المؤمنين وجيوش المسلمين وعساكر الموحدين وفك أسر المأسورين واقض الدين عن المديانين وفرج عن المرضى والمكروبين وارخص أسعار أقوات المسلمين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمرابطين في برك وبحرك من المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة ولا تجعله علينا حجة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في مقامنا هذا من المرحومين ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين واغنى النار بعفوك وادخلنا جنتك برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اني اسالك اخبات المخبتين والخلاص الموقنين ومرافقه الابرار واستحقاق حقيقه الايمان. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلاة يقوم على النبي صلى الله عليه وسلم. يا لطيف شاهد استغفاري شاني
Allah ya taimaki sarkin Kano, Amin. Allah ya ciro shugabansa da bayansa, Amin. Allah ya ci kan magabatansa, Amin. Allah ya inganta bayansa, Amin. Allah ya kiyaye shi lafiyarsa. Amin. Kuma ci Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatun tunjina biha min jami'il ahwali wal Amin. afati wa taqdi lana biha jami'al hajati Amin. wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'ati wa Amin. tarfa'una biha indaka ala darajat Amin. wa tuballighuna biha aqsa al-ghayat min Amin. jami'il khairat fil hayati wa ba'd al-mamat آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. حديثا بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما آمين. تأخر ويتم نعمته عليك آمين. ويهديك الصراط المستقيم آمين. وينصرك الله نصرا عزيزا. آمين. الحديث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا مسمى مقراري. الله يغفر تليفك آمين. ما رسل الله فيهم الله كباس الله فيها. ما رسل الله فيها الله كإن رسل الله فيهم. ما وتا بقاتو نسكي وسيار بقاتو الله كبيا بقاتو سو. الله كبيانا بقاتو. وانا ختم على مكي الله كسامنا البركة أتكنت. أمن دموكال انتهاديدي الله كبان بلادسا. آمين. وانا مكسكي الله كمن عفوه. Allah ka sa abin da muka faɗa da abin da muke ji da muke kyawun hanzari gare mu. Allah ka sa kada da muke hanzari a gare mu. Idan mu ga wannan Allah mun ji kamar mai ta mana sai kamar mai ta mana. Amin. Shugaba sallallahu alaihi wasallama. Saboda rana ce ta addu'a kuma za mu shiga da duka addu'o'i wadanda aka saba da fatan albarkacin Alkur'ani da wanda aka sauka masa Allah zai amsa mana addu'a. Amin. Za a ba da lokaci wanda za a shida ubangiji bukatu sannan za mu karanta fatihohi kuma gurgurdan wato abinda aka saba wadanda ake ba da su zuwa gare su na musamman. Kafin sannan muna sakawa cikin addu'a waɗanda suka taimaka wajen iyawa da iyawa da jama'a wannan sako kafafen yaɗa labarai NTA Kano da NTA Jigawa da AIT da kuma gidan rediyo na Pyramid da kuma gidan rediyo na Ray Power da gidan rediyo na Freedom da gidan talabijin na CTV na Kano da gidan rediyo na Kano da gidan rediyo na Jigawa da gidan rediyo FM Andaza ta jihar Jigawa da kuma gidan rediyo na Abuja duka waɗannan sun taimaka wajen yau da al'umma wannan sako Allah ya saka musu alkhairi kuma daga cikin yan uwa masoya akwai wanda suke tabarru'i suke gudunmawa da daukar nauyin waɗansu abubuwa daga waɗannan shirye-shirye da suke gabatarwa daga cikin masu daukar nauyin gudanar da waɗannan shirye-shirye akwai wato mai girma Galadi Man Dutse kuma akwai sanata Alhaji Muhammad Bello akwai kuma wato Alhaji Sajjar injiniya Sajjar Injiniya Sajjar Ahmad akwai kuma daga cikin wanda suka taimaka Ganduja Foundation akwai kuma chairman na karamar hukuma nan cikin municipal wato Alhaji Salisu na Alhaji Maji kuma akwai shugaban karamar hukumar Dala shi ma yana cikin wanda suka taimaka kuma akwai Alhaji Abdullahi Ladiyo na Goron Dutse akwai Alhaji Muhammad Sani Kidaniya akwai Alhaji Inusa Inuwa Alhaji Inusa Imawa dan wakili na majalisar tarayya muka zama sasu a cikin addu'a Allah ya saka mu za alkhairi mu shaida ubangiji bukatun muke bantattu amin 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 Amin. 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 Allah ka amsa mana. Allah ubin ji ka amsa mana. Amin. Kuma kamar da aka saba za mu fatihohi guda shida. Fatiha ta farko za mu bada ita zuwa mai martaba sarkin Kano wanda a cikin lokacinsa Allah ya kasa ta wannan lamari. Allah ya kamba mashi ya bunƙasa shi a irin yadda ake ganin sa a yanzu kuma ta biyu za mu saka ɗan uwansa Sarkin Kano Murabus wanda ya asasa wannan aiki na alkhairi Allah ubangiji gafarta masa amin kuma fatiha ta gaba za mu saka shehunan namu waɗanda da irin wannan hidima da suke wa addini ya zama muka samu fahimtar gurgurdan abin da Allah ya sauƙe mana na wannan zance na Allah subhanahu wataala Shehu Ahmadu dan Muhammad al-Muhalli da kuma Shehu Abdurrahman Jalaluddin Suyuti da kuma wanda ya musu hashiya Shehu Ahmad Sawi za mu sasu a cikin fatiha ta gaba fatiha kuma mai zuwa za mu saka shi malamin namu Shehu Muhammadu Nasiru Kabara tare da wato
malam mahiru wani tahiru wanda duka suka koma zuwa namar ubangiji Allah ubangiji gafarta musu to kuma fatiha ta gaba za mu saka ta ga waɗanda suka taimaka wajen duk irin gudunmawa da aka bayar kuma kankantarta a cikin nasarar wannan al'amari baki daya da waɗanda suke mahalarta wannan makaranta Allah ubangiji saka kowa da alkhairi kuma cikin wannan fatiha ta biyar za mu shigar da bukace-bukace na 'yan wannan makaranta maza da mata yara da manya kamar da maza sun ba da wasiyar fatihohi da bukatoci za mu shigar da su a cikin wannan fatiha ta biyar mata 'yan wannan makaranta waɗanda suke da koke-koke masu neman aure masu neman shirye ya'ya masu neman zama lafiya da mazajensu duka dai bukatu za mu sa su a cikin wannan fatiha ta biyar hatta waɗanda suke jin mu ta kafafun yaɗa labarai wanda ba su zo ba 'yan makarantar ne amma ta gefen rediyo ko ta gefen talabijin su ma duk wannan fatiha za mu saka su a cikin fatiha ta biyar Allah ubangiji ya amsa mana baki daya amin kuma fatiha ta shida ta karshe za mu saka ta akan kasar mu Najeriya wannan kasa ta mu ta Najeriya Allah ya kula da ita ubangiji Allah ya inganta mana ita amin duka abin da yake gagare mu a cikin abubuwa da suka zama matsala a cikin wannan kasa Allah ya maganta mana amin rashin wutar lantarki ne rashin wadatar ruwan sha ne rashin kwanciyar hankali duka al'amura waɗanda muke fatan mu gage tattar su a wannan kasa Allah ubangiji ya gyara mu da su inganta mu da su kuma masu jagorancin Allah ya daidaita su akan tafarki su tafi da irin yadda al'amarin yadda Allah yake son sai da zamu samu wato rahama da jin kai daga Allah subhanahu wa ta'ala amin da kuma kasashen musulunci baki daya duka daulolin mu na musulunci waɗanda suke cikin halin kakanuka Iraq Palestine Afghanistan duka zamu saka su a cikin wannan addu'a ta karshe Allah ya taimaki musulunci da musulmi baki daya amin waɗanda suka hidima a cikin lamarin irin su shehu na malam azu shekara 50 yana gadin kekuna shekaru duk sun kare ya tsufa amma yanzu gadin kekuna yake to duka irin waɗannan duk dai Allah ka san su fil lillah da zamu sa su a cikin wannan fatiha amin kuma wato kafin fatiha ta karshe mun saba maka karɓi addu'a daga mai martaba sarki da wannan baki na su mai albarka zai mana addu'a kuma daga sannan sai waɗannan fatihohi guda shida bisa waɗannan niyoyi gaba daya da fatan ubangiji Allah ya amsa mana amin sarki da za mu waɗannan fatihohi guda shida a cikin ƙasar mu za mu saka harkar aminci da muke faɗa harkar 'yan fashi da suka ci al'umma duka Allah ya maganta mana amin bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسر الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم، بارك الله فينا وفيكم.